حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا برنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. بداية للاتصال بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق على الرقمين اللي ظهرات أسفل الشاشة هنا، أما الرقمين الآخرين اللي راح تشوفوه أمامكم هسه من خارج العراق أو من داخل العراق، أذني الرقمين اللي تشوفوه هسه هنا تقدرون تتصلون بينا على ذني الأرقام أو على ذني الأرقام على حد سواء. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا رقم مخصص لبرنامج الواتساب فقط. أتمنى أن تكون رسالة مكتوبة، ما أقدر أستقبل بها أي اتصال أو رسالة صوتية، فلا حد يزعل بي أو يزعل علينا إذا دق على رقم الواتساب وما قدر يحصلنا. الفيديو اللي شفتوه في بداية البرنامج، هذا الجسر النصر في محافظة ذيقار، هاي الجموع الغفيرة اليوم اللي موجودة على جسر النصر وأسفل جسر النصر تنديدا بالمجزرة اللي صارت البارحة، لأنه الشباب اللي موجودين في محافظة ذيقار ومتظاهرين ناصرية وثوار الناصرية وثوار الحبوبي رفضوا مرشح الأحزاب لشغل منصب محافظ ذيقار اللي هو عبد الغني الأسدي، فالحكومة سوت اللي سوتها بيهم، أطلقت الرصاص الحي. اليوم يقول إصابة عدد كبير ليس ببسيط نتيجة إطلاق القوات الأمنية الحكومية والميليشيات الرصاص عليهم قرب جسر النصر، والأهالي دي يظهرون لأنه رافضين عبد الغني الأسدي ورافضين أي شخص من الأحزاب. أنا أريد أسأل سؤال هنا، الحكومة ما تعرف أنه ثوار العراق اليوم من شماله إلى جنوبه دي يرفضون العملية السياسية بشكل كامل، ودي يرفضون الفساد، ودي يرفضون مرشحين الأحزاب. بالمقابل الحكومة ما دارت لهم بال وتطلع لهم أسماء هي من رحم هذه الأحزاب. فهل هذا يعني أنه من موجود في السلطة اليوم من الأحزاب ما دا تشوف هاي الجموع إيش دا تقول؟ هل هذا يعني أنه الأحزاب اللي موجودة اليوم دا تترفع على الشعب العراقي وكلمة الشعب العراقي عندهم لا تعني شيء؟ هل هذا يعني أنه الشعب العراقي اليوم ما إلى قيمة عند هاي الأحزاب بحيث أنه الحكومة ترشح والأحزاب تطي أسماء وعلى الشعب أن يقدم الطاعة وأن يوافق دون أن يبدي رأيه؟ مقاطع مصورة أظهرت اليوم اكتظاظ الناس في محافظة ذيقار خصوصا على جسر النصر، جسر النصر اللي شهد أكثر من مجزرة، محافظة ذيقار اللي من بداية ثورة تشرين وحتى يومنا هذا شهدت أكثر من مجزرة، مجزرة جميل الشمري، مجزرة المحافظ السابق، مجزرة القوات الأمنية، مجزرة الميليشيات، مجزرة القبعات الزرق. فما أعرف ليش اليوم الناصرية هي أخذت حصة الأسد من القتل ومن استهداف الناس ومن اعتقال الناشطين والمتظاهرين، أخذت حصة الأسد في الأذية فقط، اللي من المفترض أنه الحكومة تفكر في راحة الناس. اليوم المواطن العراقي طلع قال لا للفساد. إذا تجون إلى كلمات الثوار ومطالب الثوار، طلبوا بمحاسبة الفساد، ما طلبوا شيء غلط، لأن بالمقابل دا نجي السياسيين دا يعلنون أنه أكو فساد بالعراق، وده نجي السياسيين ده يعلنون انه الفساد اذى العراق. فيعني المتظاهر او الثائر اليوم ما قال انه اني ضايج من حياتي لانه اني عندي رفاهية عالية جدا ولازم تطوني اكثر واكثر، ما ضايج من هاي الامور. ما المواطن العراقي مرفه الى درجة بحيث انه طلب رفاهية اكثر وإجا وقال أنا داء الظاهر لأنه أريد الحكومة العراقية تطلعني للقمر. ما الشعب العراقي اليوم عنده بحبوحة عيش عالية جدا بحيث هو ضايج ودا يطلب أنه يكون ابنه أو ابن 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 ابنه إلى تسجيل في رحلات الفضاء الموجودة بالعالم. المواطن العراقي لا عنده كهرباء، لا عنده مي، لا عنده غاز، لا عنده خضروات، لا عنده أكل، لا عنده شرب، لا عنده عقد عمل، لا عنده رواتب، لا عنده تقاعد، لا عنده مستقبل، لا قادر يتزوج، لا قادر يفتح بيت يروح يدرس، ما يعرف هاي الجامعة تعطي شهادة راح تفيد الشهادة بعد ما يتخرج لو لا. فهو ده يظهر ليطالب بحقوقه حتى يعيش.
ده يطالب بحقوقه حتى يكون هو حالة حال أقرانه بالعالم ويمكن أقل من أقرانه بالعالم. ما طلب الشاب العراقي اليوم أنه يشتغل وحوافز وسفر وبيت وسيارة، ما ده يطلب هذا الشيء. هو ده يطلب بس أنه يشتغل، بس أنه يلقى وظيفة تطيل كفاف، بينما نجد الحكومة ما دارت لهم بال. عندنا أول اتصال اليوم مع علي من الناصرية، حياك الله يا علي. علي؟ علي تسمعني؟ علاوي إذا تسمعني نص صوت التلفزيون واسمعني من التلفون إذا موجود وياي. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرامه غاتي علي. شلونك استاذي؟ هلا بيك اخوي. اريد اسالك استاذ علي، انت وين بالناصريه؟ الو انقطع الاتصال ويا الاخ علي. كنا نتمنى نسمع من عنده ما يحصل اليوم في الناصرية حتى تكون الصورة أوضح إلى الناس والصورة أوضح إلى المواطنين، حتى يعرفون القوات الأمنية والحكومة شنو دا تتصرف ويا محافظة ذي قار بالذات ومتظاهرين الناصرية بالذات. اليوم الشاب العراقي لما دا يوقف ويقول أنا أريد كهرباء حتى يقدر يعيش حالة حالة عالم، ما طلب هو أنه يكون الدولة الأولى بالعالم في المردود المادي، ولا يكون العراق أنه متفوق عالميا والمرتبة الأولى عالميا لقيمة دخل الفرد عالميا، ولا دا يطلب أنه تعالوا طوني تدريس في كل دول العالم ومنح من الحكومة العراقية، ولا دا يطلب قرض. هو دا يطلب حقه، حقه لما يكون عنده بيت بهذا البلد أنه يلقى أمان، بحيث لما يطلع الشاب أو الشابة أبوه أو أبوها أو أمها أو أمهم ما يخافون، ما يخافون عليه ابننا راح يرجع له. لا عمار من الناصرية، حياك الله يا عمار. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي أنا مكمل من الناصرية، أنا مكمل يعني مدرسة، مكمل يعني مكمل كلش، بس أريد وظيفة، شلون ما له تعليم ما أدري. انت وين بالناصرية يا عمار؟ بشيوخ حي الشيوخ. اليوم اليوم البارحة اللي صار بالناصرية تقدر يعني بس اريد التعيين، بس تعيين واخو. طيب قبل اشتغل عمال من الصبح الساعة يعني اطلع بالستة ما اجي للأربعة، والله يلا ب15000. طيب نحكي بهذا الموضوع بس حتى نعرف اللي صاير بالعراق اليوم، تقدر تحكي لنا شنو اللي صار البارحة واليوم بالناصرية؟ والله يعني ناصرية مظاهرات ويضربون علينا بالمسدسات وبالرشاشات يضربون علينا، كتل من أنه تغلل 100 واحد من صدغانه. نعم اي والله بالرشاشات، يعني أنا كنت الوضع عبد موزين. نعم اي والله انا يعني قلت لك انا مكمل يعني مدرسه، بس اريد تعيين هسه حصل اشتغل عمال، والله يومين اطلع من 6 الصبح من 4 يلا 15 يعني، بس اريد تعيين ما اخذ تعيين. نعم اي والله شنو يعني من حكمه، والله ذبحتني والله. يا الله هو ممنون في مولاه، الله يديك بارك الله فيك. حبيب قلبي حبيب قلبي مشكورك. يعني اليوم عمار دا يحكي لنا يقول أنا خريج وأني ما لاقي شغل وقاعد دا أشتغل عمالة بيومية 15000، 15000 يعني إذا نحسبها شهريا تجي 450000، هذا إذا اشتغل 30 يوم، إذا 30 يوم وشغله ما وقف تجي 450000، 450000 اليوم بالعراق شو تسوي؟ تقدر تعيش عائلة؟ تقدر توفي التزامات العائلة الشهرية؟ تقدر توفر مصاريف هذه العائلة؟ يقدر يفتح بيت بيها؟
هذا مو احد المواطنين وحكى معاناته الشخصيه. ايش قد اكو بالعراق اليوم مشابهين الى الاخ عمار؟ ابو فيصل من السعوديه حياك الله يا ابو فيصل. ابو فيصل استاذ فيصل مساء الخير. مساء الانوار. تحيه لك والقناه الكادره وتحيه المحافظات العراق السائره. حياك الله. استاذ بالنسبه لهذه الجريمه النكره اللي ارتكبتها جريمه السفاح الكاظم حكومه الميليشيات، نطالب استاذ بتدخل دولي، ويعني الامم المتحده هي شريكه بهذه الجريمه، هذا الجريمه النكراء. اهل الناصريه من حقهم انهم يطالبون حكومه فاسده، ومن حق الشعب العراقي ان يطالب، ونحيي المحافظات التي ساندت الناصريه ولن يقمعوا الناصريه، نبراس الثوره سوف تنتصر الناصريه واهلها الشرفاء. فهذا الطغمه المجرمه التي ارتكبت كل الجرائم نطالب من الامم المتحده ونطالب من نطالب الجامعة العربية استحقق الحاجة السفران من هذا النظام البائد بالعراق المجرم، هذا النظام الإيراني القذر. فتحية لثوار العراق وتحية للشعب العراقي الشريف، تحية لك. نعم حياك حياك أبو فيصل. حسين من بابل حياك الله يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. تدري على موت قضية الناصرية وأحداثها هي مو بس احزاب الناصريه، هي الاحزاب اللي اكلت حق العراق من شمال لجنوب. نعم احزاب الناصريه واحزاب الباقي بالمحافظات اللي يعني حقيقه مثلوا يعني دم البشر، يعني حقيقه بدون يعني معنى. نعم وثاني شيء هم يعني داخلين في هالحظر هذا والامراض على اساس يعني خايفين على الشعب العراقي، ليش هم مو مشتركين بالمرض يعني اللي من ناحيه الجوع والشرب والاكل؟ يعني هم مو مشتركين بالمرض لا يخافون على الشعب العراقي، ليش ما يطعمون؟ ليش ما يطول وجبه؟ نعم وجبه غذائيه ليش ما يطوها اياه؟ لا هم يخافون على الشعب. نعم صحيح. ليش يكتلون بهاي البشر الناس فقراء يعني هو مظلومين يعني ابرياء شباب، يعني هم يستقبلون يعني على نفسهم انه ياكل خبز لو ما ياكل؟ نعم زين فاشي هم الاحزاب وكتلهم ورؤساهم، يعني معقوله عندهم شرف وضمير وغيره حتى يقبلون هيك شيء يصير؟ صدق ما اتصور واحد من رئيس كتله كامن يكون كان معمم وغير معمم انه عنده ضمير وعنده شرف، ما اتصوراني حتى يقبل على الشعب العراقي هيك يموت وكتله جوع. نعم بعد ما ادري احنا هاي شنو من بشر الله جابهم علينا، ما ادري بشر لا عنده ضمير ولا عنده انسانيه، هذا والله لا يفوقهم ان شاء الله. أنا أشكرك أستاذ. حياك الله أخوي حياك الله. كرار من الناصرية حياك الله يا كرار. نعم أستاذ تحية لك يا قناة الرافدين الفضائية. حياك الله أخوي. طبعا كل زين شفنا الأحداث الأخيرة صارت في الناصرية. طبعا نعم. الأحزاب الفاسدة والهيمنة على السلطة ما تريد العراق يستقر وما تريد الأحزاب من قبل السائرون جماعة مقتدى الصدر ومن قبل هادي العامري. نعم. صراع سياسي على مود منصب المحافظة. نعم. المحافظ فاسد، محافظ الناصرية ناظم الوائل فاسد. من تشكلت المحافظة نخلوه محافظة لحد الآن كل إجراء وكل ما سوى للمحافظة. المحافظة مضطهدة، المحافظة مهمشة، محافظة الخدمات ما بيها، المحافظة الشباب المحافظة بدون لا تعيين لا يعني كل شيء ما لهم، هذا صريح العبارة. نعم. خرجوا تظاهراتهم السلمية، القوات الشعب تقمعهم وسقطت من عندهم 9 شهداء إذا ما عدى إلى 250 جريح، كل هذا شنو اللي يردونه؟ وهسه عبد الغني الأسدي جاوا للمحافظة، احنا كثوار الناصرية ودينا رسالتنا للشيخ حسين الخيلون، عندنا عدة مطالبات أن ينقلها لعبد الغني الأسدي. نعم. وخلاف هذا اذا ما يستجيبون هاي المطالب اللي اتخذناها بها راح تكون هم تصعيد ثاني وهم يقوم باقاله عبد الغني الاسدي.
نعم. شكرا شكرا لك اخ كرار. كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو علي من البصره بس انقطع الاتصال وياه، اتمنى ترجع لنا يا ابو علي. اما الان ابو ياسين من دياله، حياك الله يا ابو ياسين. حياك الله اخي افل الغالي، حيا لك قاعد المحترمين الابطال النشامه. حياك الله اخوي. يسال الاخ افل يقول ما ادري ايش ذي قلقت حصه الاسد بالقتل. نعم. هذه ارض القادسيه، ذي قال البطل الشامخه، هاي الرجولة اللي بريقاري اللي أكثرت وأفصمت غار الإمبراطورية الفارسية بالعراق، وهذا ثار فارسي. اليوم هاي الأبطال نشام ثارة في تغير المحافظ، وهذا القتل بيهم. هذا محافظ تافه من تافه ذبح العالم، وهسه من تقتل الأحزاب وجابوا من بدلوا الخرمة بالتمر، يعني جابوا الأسد. الأسد شنو دوره؟ هو من رجل قمعي ما علاقته بالامن بالمدنيه بالمحافظه. هذا الاجرام مالهم، هذا يبقون يقتلون المتظاهرين. لكن انا اقول اجلكم الله الكلاب تذبح والقافله تسير، قافله الابطال هي تشين الثائرين. هذه شغلات باص 2011 تستمر الى ان تصفى الحكومه الفاسده. وللاخ ابو فيصل من السعوديه المحترم اقول له هذا الدمار والقتل كله سبب دولكم، الدول العربيه اللي هسه مستانسه على هذا القتل. وهذا دليل واضح المسرحيه السوسو مال بنت الشهيد البطل بصدام حسين يفتوتها تزور الشعب العراقي تقول لهم لا تقبلوا باي الحكومه لا تجي تكون بحثيه. لكن البعث ما اجرمت مثل ما اجرمت هذه الحكومات. لكن اليوم الدول العربيه متفقه ومتفاهمه تداعي هاي الحكومه، لان ما تجي حكومه وطنيه، لانه اذا تعلموا على الذله والاهانه بعد ما صغرت نظام صدام حسين رحمه الله على اليوم الفرس يدعون بيهم، وما بقت لهم كل شخصيه كل كلام العرب بسبب انهيار البوابه الشرقيه. كان الجند الامين الصادق الامين هو صدام حسين كان دافع عن العرب. لكن اليوم 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 تعدد بيهم، جابوا المسرحيه مال رغد، رغد لا حول ولا قوه. احنا من انتفاضنا صرنا ما قلنا نريد رغد ولا قلنا نريد بعث، لكن قلنا نريد هويه عراق، نريد وطن، نريد حريه، نريد نحافظ على الدمانه. بس هذا سببها الدول العربيه هي جابت ضغط على مود تقول لها ارضوا بهاي الحكومه، لان هم مستفادين. لما المقتدى صدق كان يقتل بالشعب العراقي تحديدا بعد السنه، من راح السعوديه حمل ما هبوا اداب حملوه السعوديين المقتدى هذا المجرم الكافر. فهذا اليوم ما تنطوي، احنا لو عندنا شعوب عربيه حره وتدافع عن الشعب العراقي لا كان انتفض ضد حكوماته، لان حكوماته كلها متامله على العراقيين وعلى الشعب العراقي تحديدا. تحياتي عزيز سافر. شكرا شكرا لك ابو ياسين. كان المفروض سعد من دياله يدخل لنا بس انقطع الاتصال وياه. عندنا رياض من كربلاء، حياك الله. السلام عليكم استاذنا العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الرحمه والمغفره لشهداء العراق ولشهداء النافريه. حياك الله اخوي. استاذ اليوم الشارع العراقي جدا تعب، والشباب يعني كلش تعبت لا تعب، يعني قاعد تستشهد بالخالي ببلاش، يعني ما من الحكومه لهذا الشارع. يعني من زمان ميتين، يعني قاعد نمشي يعني بس ما ادري على ساعه الساعه نموت، يعني على يد الحكومه مثنى، يعني بالثوره الفاتحه ثوره اكتوبر مثنى، لاكو حل من الحكومه لا حل. يعني لو يريدون نبغى خلي يقولون طلع من العراق والعراق يبقى لهم، يعني مل لا شغل لا عمل، يعني لا. شنو النتيجه ما نعرف. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك. ابو علي من البصره رجع لنا، حياك الله يا ابو علي. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. هلا بيك اخوي. عفوا بالنسبه لنا للشعب العراقي اللي هسه جاي يذبح مرويا على ايد الطبقه الفاسده هذول اللي من الحكومه متكونه من ميليشياتيا دمويين، بعد ايش تنتظر الناس؟ ثوروا يا اخي يا شعب يا اخوان يا شباب ثوروا عليهم. نعم. ثوروا عليهم خنتور شنو؟ وبعد هسه هذا كله وبعد يتحشون الكاظم يوميا قايل انا بعد ما اخلي القوات تبرم، وين جايب هذا؟ وين بلا وادي؟ بلا وين؟ الشعب في وادي، هم في وادي ها؟
وهذا القدح والقتل اللي وصلت بالعصريه، والعصريه فيها حجامه مفخره من حكومه بريطانيا الفاضله التعبانه. نعم. بدون يعني اي واحد يدافع عن حقه يقتلوه، ويروح شوف الدراسه، شوف الشوارع، شوف الشهداء، شوف هذا من يقبل عليه. وسكوت سكوت اصلا يوميا مثل ما نحكي ونقول سكوت من الحوزه العلميه والحوزه العلميه. صار لها سنه سنه كامله ما حط طلع من عندهم القى خطبه سياسيه ودينيه او على الاقل اشاره من عندهم. عيب عليهم، عيب على الحوزه، عيب على هذا السياسيين، على الحكومه الفاسده اللي ما ريت الشعب لا راتها لا قبل ولا عاد ولا بعد 1000 سنه. نعم. زين ولا المجتمع الدولي جاي يعاون، ولا قنوات. مش كان عندنا قنوات؟ بس قناة الرافدين البطلة اللي هي تسمع صوت الشعب وتوصل معلومات الناس. يعني كانوا بعشير يوصل ولا يوصل؟ يعني شنو؟ يعني يريدون يعني بالعكس يريدون أي 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 محافظة أي منطقة تكون بها ثغرتهم يقتلوهم، وما هم مستعدين يقتلون 40 مليون. نعم نعم. شكرا 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 لك ابو علي. كيان من بغداد حياك الله يا كيان. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حبيبك انا اول شيء تحيه لك ولقناتك الكريمه المحترمه الراقيه الاصيله الشريفه العراقيه الوطنيه بامتياز 100%. حياك الله اخوي العزيز، وهذا واجبنا. كل عامل بهاي القناه، وتحيه المؤسس هاي القناه الشريفه الطيبه الاصيله اللي تدافع على حقوق العراقيين الفقره الماء لهم بس الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للسياسيين، ذول السياسيين يا اخي ولد حرام. تعرف شنو ولد حرام؟ ذول ولد حرام. موتوا الشعب، تعددت الاسباب والموت واحد: جوع، فقر، قتل. يطالبوا بحقه ينقتل. الله اكبر. اكو شخص يطالب بحقه، يريد وطن، يريد ارض محترمه طيبة شريفة يعيش فيها، وشاب شاب نفس الورد، شباب نفس الورد قاعد تنقتل، ولا كأنما الدنبارد قاعد تنقتل. ليش؟ لا شفنا مرجع، لا شفنا شيخ، لا شفنا سيد، لا شفنا إنسان، لا شفنا سياسي، لا شفنا واحد طلع وقال يا هذا لا تقتلون المواطنين، ذول قاعد يطالبون بحقوقهم ومن حقهم. لا شفنا الأمم المتحدة طلعت، لا شفنا كذا. كأنما العراق شلون ما تقول هاي بنت الحرام حنان الفتلة وتقاسمنا الكعكة، ان شاء الله نقاتم بعمرها وبراسها هاي بنت الحرام. لانما العراق تكالبوا عليه من كل 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 مكان، كل مكان يا اخي، كلت منزق فيه، كلت منزق بالعراق. ليش هيش؟ تعال شوف الجوع، شوف الفقر، شوف الشباب تنقتل. يا سبحان الله، ما حد يعني ما حد عنده غيره، ماكو غيره، ماكو انسانيه. ليش انتم؟ انتم الى موقتها ليش تصدرون الموقف وتطلعون تقولون احنا واحنا؟ احنا واحنا قبل بالتسعينات تصيحون الله اكبر يا علي نريد حاكم جعفري، هل جانا الف جعفري؟ وين عم ما نريدكم، قسما بذات الله ما نريدكم. انتم يا بالسلطه يا حكومه من كل الطوائف، انتم حراميه ولد حرام. الله لا يوفقكم بحق محمد وال محمد. اللهم ان شاء الله نقواكم جهنم، جهنم وبئس المصير ان شاء الله. وانا اشكرك. شكرا 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 لك اخي يعني. واشكر الكادر حبيبي. حياك حياك. علي من واسط ويانا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياكم الله. حياك. يا أخي كل اللي جاي يصير، كل اللي جاي يسوي شغل. نعم. وكل كل الدنيا بكل العالم لما نقطع شغل، حتى الأمم المتحدة تكفل احتجاج. يعني الاحتجاج يكفل. يا أخي ليش هذا الرقاب؟ كارثة هاي والله العظيم. نعم. يعني يجيك تراثهم، يعني نعلهم وتراثاتهم وخفاجاتهم كل شيء مرعب. نعم. يعني احنا شفناها بالمناطق الغربيه والهاي، بالبدايه كيل عرفوا داعش سلموا المناطق الغربيه واجوا. زين انا هسه كل شيء ما شايل واجهني برسالة، يعني اذا علينا الثوره تصير مسلحه ونشيل السلاح يعني بيش يكفون؟ هم يعرفون يعني ابناء جلدتهم، يعني هي المحافظات الجنوبيه والوسط هم يعني من ضمننا. يعني او الباحه الناصريه والباحه، واليوم الجاي يصير بالناصريه، واحنا طلعنا وياهم من واسط. زين
يا اخي ما يصير والله العظيم هذا الرصاص يعني ولا تكتمنا. نعم. ليش؟ يعني اصلا في جاك ليش؟ يعني انت حارمه من كل شيء، لا تعليم. والنوبه اجت مهمه الكورونا زين، جاي يحرمونا الجمعه زين والسبت والاحد، لان هم يدرون الشباب يطلعون كل جمعه. نعم نعم. ويسوون حظر تام وما يخلون ومحارضين كل شيء. زين انت لا تحاربه، وفر له شغل. يا ماشي. سرقه والعراق هاي صار قعدوا وسكتوا، طلعوا كافي. يوم هسه تجي الانتخابات يغيرون عناوين اسماء الكتل مالتهم، وش بس النوبه كل هذا ونازلين الانتخابات بقوه واحده. هسه الوزراء والثاني ما ادري ايش يريد، وراحوا يتحالفوا ويا الكرد. نعم. انت بياوجه بياوجه داخل الانتخابات. السياسية هاي 4 سنوات الجاية تبقى، النظام السياسي كله ما يبقى مالك. زين انت جاي تتهم اللي يطلع هذا بعد وذاك. يا اخي انا ما وعيت على حد البعد، ما شفت البعد، ما شفت النظام السابق. يا اخي انا جيل جديد وعيت على هذا النظام مال عالي. لا امي بعثية ولا ابوي بعث. اتهم فارات يا ما اعرف شنو، يعني يفروا لك اياها اي انسان. هز والمختطفين ماكو لحد الان، واللي الاوضاع دمهم لعنة عليها الفاضمي، ولا طلع حقهم ولا شفنا وي الدور طلع وقال انا والقن صار والمصابين ومناك عده. يا اخي غازي دوله انت 22,000 جريح والبرخي يا خادعين عواق وبأشكال وألوان. من إلهم؟ يعني على مود والله محافظ وهسه جايبين عبد الغني الأسدي جوا، ومحافظنا هذا الأخ هم وافق المياحي هم راحت خيرة الشرطة، محافظنا محافظ وافق وهسه نعم. غيروهم جايبين من الأحزاب هم من نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أخ علي، وأعتذر منك بس عندي اتصالات هواية وعندي فاصل قصير، أتمنى تبقون وياي حتى نشوف شنو يطلع بالفاصل. حياكم الله من جديد. هذا حال الأمهات بالعراق، هاي أم الشهيد سجاد. هذا حال الأمهات اليوم بالعراق نتيجة الحكومة وتعامل الحكومة ويانا. أبو ياسين من بغداد ويانا، حياك الله يا أبو ياسين. انقطع الاتصال ويا أبو ياسين. أبو شيماء من بغداد، حياك الله يا أبو شيماء. أبو شيماء. ألو. ألو. الله يساعدك ويسعدك. هو الحق العزيز هو العراق صار 50 سنة حرب وقتال. بس إذا يعني أمكن تعلي لي صوتك لأن الصوت مو واضح.
ابو شيماء سامعني؟ انقطع الاتصال يا ابو شيماء، صدقا ما افتهمت من عنده شنو اللي قصده. ابو محمود من الرمادي حياك الله يا ابو محمود. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الو السلام عليكم سالم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. شلونك اخوي قناتكم الشريفه. حياك اخوي حياك. احنا نشكر قناتكم الشريفه. لا شكر على واجب. احنا نشكر قناتكم الشريفه، احنا سمعت هاي ام الشهيد تبكي، انا باقي وياك على الانتظار، يعني احنا نقول الله يعينها. الله يعينها ويعيننا ان شاء الله وياهم، يعين أمة محمد. يعني ما عندهم قيرة وما عندهم ناموس يسمعون هاي اللي تبكي على ابنها أم الشهيد، يعني قيرة ما ظلت بيهم. الله أكبر. الله أكبر، احنا نقولها يا أختي والله احنا صار لنا 6 سنوات مثل شايل بكي مالش احنا جاي نبكي. ما مو بس انت جاي تبكين والله يا اختي، والله قال ما يطلع دموعك على ابنك، احنا يطلع دموعنا على ابنك ولا ابني. بس لكن ماكو مخافة الله، هاي مو حكومة، هاي حكومة ايرانية. حكومة ايرانية استاذ الله يخليك، هاي حكومة مو حكومة، هذا جايين عم نقول لهم احنا يا اخواننا بالجنوب، يا بالجنوب وكل المحافظات، بكل المحافظات المنكوبة من الانبار وصلاح الدين النينوى، كنا عم نكبنا ترى بس نكبتكم، ترى والله قلوبنا وياكم بس ما نقدر نوصلكم. والله نقول احنا اخير شكم عم احنا مجلس عارف ما نقدر نطلع ترى. ولا والله شوفكم ترى احنا مو مقصرين، احنا على سلكم احنا مقصرين، احنا مو مقصرين، بس عم والله والله نضحك عليهم. هاي مثل ما جاي تبكي اليوم، انا صار من 2015 ابكي الى هذا اليوم. والله من 2015 الى هذا اليوم انا ابكي. دموع مو دموع، دموع دم دم والله، بس لكن اكو الله موجود على هاي الحكومه الظالمه. ها ظالمه، هاي حكومه ظالمه عمي. مو حكومة إيرانية إيرانية. والبارحة سليم الجبوري يطلع على القنوات يقول والله هاي ما تمتعنون برقة ترجع، هاي أبو عسية تاخذ ساب السنة يسوي شبته. وأنا البارحة أدق عليك إلى هذا اليوم هسه حصلتك، هذا اللي كان قبل هو يعني على أساس مسؤول من قبل السنة، هذا الإيراني الذيل، هذا الذيل الإيراني، هذا بين ايران يقول يقول ما تعتقدون هاي ترجع رغد، هاي رغد حزبية بحثية، هاي بحثية اشرف من الحزب مالهم الايراني. احنا مو ايرانيين، هم الايرانيين. لا يفكر احنا لم يتبرع المعتقلين الرزازة ومن المعتقل المغيبين وما بيهم يبيهم قيرة وبيهم شرف، يقول احنا مو ايرانيين يروحون يطبون الجرف والسخر. لا يقولون احنا زلم، انا اقوله نحن سلم، هو سلم الجبوري، هذا بريء من عند الجبور، هذا مو جبوري، هذا ذيال مال ايران، هذا ذيال مال ايران والله، ذيال ايران والله، هذا سلم الجبوري، عيب على يقول الجبوري ويمثل الجبور. هذا مو جبوري، هذا ايراني بن ايراني بعيد عن الجبور. وانا اشكرك جزاك الله بالخير ومنون لك. حياك حياك اخوي، شكرا جزيلا لك. فيصل من بغداد حياك الله يا فيصل. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا قناتكم هاي نشكر قناتكم الموقره. لا شكر على واجب. اقول لك هاي دولتنا. اي هاي الدوله استاذ العزيز. اي استاذي، هاي حتى من محافظة المحافظ اي غير شايفة عندهم يعني ظلموا الشعب، يعني مكذبين شنو معناها ما اعرف. كذا حزب قال كذا حزب، يعني ما صحيح احنا دماء يعني كارونة. هسه احنا نشوف اي طبعا في قار بغداد كربلاء نجف زين، لولا زين هاي العالم شاكل، هاي العالم هالكتلوا، يعني ترى عيب خزي والله خزي. خزي شنو هي كلها مال نفط مال
حتى احنا بتليانا صار عندنا نفوذ. نعم. يعني النفط يعني هسه تدري هاي الاحداث هسه مال يعني العرب ككل على النفطات، هسه احنا لو ما عندنا نفط ولا امريكا لها شغل بينا ولا كذا ولا يعني كلها كلاوات بكلاوات وتأذينا، والله يكون بعون هالشهادة. كانت هاي الحرمة سلعت باب قلبنا، جابون شيعة جابون مدشني جابون عم ما اعرف يعني هسه قناتكم الرافده انا سيد الاحتوى وياك. زين ولا عم قسما بذات الله اصدقائنا ما اقدر اكفرها يعني جابونا سنه وشيعه ومعطينهم يعني شنو هالدجل هذا النفاق هذا يعني ما يعني ما ادري يعني شوف شباب كلهم يعني متعب يعني على شنو يعني سألني شوف كذا نعم نعم شكرا شكرا لك فيصل. ابو علاء من البصره رجع لنا، حياك الله يا ابو علاء. اهلا وسهلا، السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام استاذ العزيز. شلونك استاذي؟ نحمد الله على كل شيء حياك الله استاذي. اسال فد معلومات شويه نسولف لكم. نعم اي اخوي ابو علاء. ابو علاء اذا امكن نصيل صوت التلفزيون اسمعني من التليفون اغاتي. استاذي قبل انتم هناك شويه الامور بالجنوب ما تعرفون عنها ولا عندكم معلومات عنها. قول. المعلومات هنا الجنوب اي حكومه واي مسؤول واي شيء يصير اذا ما يوافق بمقتضى الصدر هذا المناظر شوفه اذا ما هو ينصبه وهو يرضى عنه وهو اللي يخليه ابد ما يظل لا مسؤول ولا محافظ ولا اي شيء يبقى. نعم ابو علاء نصيلي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون اغاتي. واضح واضح. ايه قول اخويا. ايه كمل لي استاذي. ايه استاذي فحتى لو يجي محافظ مستقل او مسؤول مستقل او كان ما كان ما دام موجود مقتدى والتيار الصدر موجود ودول باقين يعني هم يخلونه هم ينافقون عليه ويهجمون عليه ويوفرونه يعني يردون السلطة والعروة والكلام والمحافظة والطويلة والقصيرة كلها لازم بديهم يعني لا. الأمر كله يريد بيده يعني لازم أطاعة عنياء ما تقول لنا. نعم اي فهاي هاي قضيه الجنوب ومو بس عندنا هنا بالناصريه، انا ترى من البصره بس امامي واهلي هنا بالناصريه ودائما متردد عنهم، يعني انت هسه تشوف الكلام الاول والتالي كله للتيار الصدري، يعني هو كله للتيار الصدري، اي حزب صحيح احزاب موجوده صحيح موجوده اكو مسؤولين احزاب، بس هاي كلها ما لها دور، يعني الدور الاول والتالي بس للتيار الصدري، بس الكلمه مقتدى. شو يقول مقتدى هاي يعني حكومة تخضع له مسؤولين تخضع له ضباط تخضع له جماعة جميع دوائر الدولة ورا مقتدى يعني شو يقول هاي يعني ما حد يقدر يقول لا. نعم نعم فهاي فانتم هاي المعلومات فانتم هاي الشغلات لازم ان تفهمونها فاكو ناس يجوز ما تفهمها او ما تدري بها او ما تعرف شنو الحقيقه اللي قاعد يجري بالجنوب شنو هو ومن المسيطر عليه ومن المسيطر على نفوذه ومن المسيطر على المحافظه بالكامل من هو فهاي المسيطر على المحافظه خاصه الناصريه هو مقتدى هو وجماعته وزمرته وتيار. واضح 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 شكرا وانا اشكركم شكرا شكرا على القناه. شكرا لك ابو علاء. ابو مصطفى من كربلاء حياك الله يا ابو مصطفى. عليكم وعليكم شلونك اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. والله شلون احنا يعني احنا ليش هذا شعب العراق كله يحكي عن كله يعني كله على الشفوي. ايه ليش وانت بالذات يعني اريدك توضح للعالم
احنا هسه بلد محتل، صحيح ولا لا؟ نعم. هذا البلد المحتل، المحتل من يجي يجيب لك خوش انسان يخليه، لو يجيب لك واحد ساقط يخليه؟ اكيد ما راح يجيب شيء لمصلحه البلد، صحيح ولا لا؟ نعم. فاحنا هسه البلد، البلد محتل، المحتل من قبل امريكا، وامريكا جابت هذولا زين لتدمير العراق. بس من قبل يعني امريكا محتل العراق؟ اه بس من قبل امريكا؟ لا 15 دولة 20 دولة. لا، المسيطر الفعلي على العراق اليوم هم دولتين، امريكا وايران. دولتين، ايران، ايران وامريكا. نعم. والله ايران تحلت من جوا على اساس بس يميت مو ظاهري. نعم. بس احنا شو نقول؟ نقول يعني احنا نلوم الحكومه ونلوم المرجعيه وذولا كلهم صناع، صناع موظفين عند امريكا وايران. يا اخوي العزيز يعني احنا ليش نلومهم ونجيب هذا ونجيب ذاك ونجيب ذولا جابتهم سبحه يا اهل السور الساعدي الخزعلي ما ادري منو، هم نفسهم ذولا يشتغلون كلهم عند امريكا وايران. احنا ليش نلوم فلان ونلوم فلان حتى المرجعيه يا لا عاد شو نسوي؟ شو نسوي؟ يعني امرنا نروح نفتهم الشعب ونقوم قومه واحده عليهم كلهم شلع قلع. نعم. زين اريدك توضح للعالم هذا، هذا السبب هالشكل وهالشكل وهالشكل، هذول ما ينفذون خطوه واحده اذا مو بامر ايران، اذا مو بامر امريكا، تقول يعني امريكا ما تقدر تدور شيء بالعراق، المرجعيه بس داعش ويطب لنا. حطت فتوى انت ما قاعد تبارع القيصر بينا وبشبابنا وبلدنا وصار بينا وصار باخواننا السنه. ما بنشوف هذا بس يعني من اجى داعش افتهمت حطت فتوى وراحت تلشت ست محافظات، صحيح ولا لا؟ نعم. ترى احنا نعرفها كلها، لا داعش ولا شو اسمه، هاي طلعها بزمان اوباما والمالكي، هاي مال داعش. زين اخواننا ذيلا السنه طقت روحهم مثل ما هسه طقت روحنا وقاموا علينا. نعم. صحيح ولا لا؟ هاي كل الشغلات نعرفها وبعدها سوالف عميقه، هاي ما نقدر نسولفها وايد. نعم نعم نعم. يا اخوي توضح، وضح وضح يعني اريدك توضح. انا عشان مره اشوفك بالقناه وهاي صار قناتكم هاي الكريمه الحلوه العراقيه الوطنيه. صار. شكرا، شكرا جزيلا لك ابو مصطفى. حليم من البصره، حياك الله يا حليم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اشكركم واشكر قناتكم على البرنامج الراقي. لا شكر على واجب اغاتي. معلومه حد شرع قلع بهذا اللي يصير بالعراق. نعم. انا علوم الفش احنا بتعب، هي تعرف ليش؟ ليش؟ اتذكر الله اكو واحد عنده فقال له الارض فعدة فوق السطح. نعم. سيروا هاي قالوا لا إلا فعدة فوق السطح. فصعد فوق السطح قام يدبش منه هدم سقف البيت عليهم. احنا يا اخي صعدنا دول المطايا نسيتنا، احنا الشعب نسيتنا صعدناهم وهذا اللي يصير كله مدين احنا. يعني شنو ذا الفاي اللي يصير؟ احنا الى حال الى متى تبقى هيك؟ نعم. يعني اللي هذا قاعد يصير بالناصريه. نعم نعم. يعني بس الى حال يعني الدوله ما تشوف الوزراء. نعم. انتم مناشداتكم وانتم مناشدين، انتم مناشد رئيس الوزراء. واشكرك. شكرا، شكرا لك اخ حليم. بالنسبه الى رسائل الواتساب اليوم اللي وصلتنا، السلام عليكم يا أخواننا قناة الرافدين، من المقدم للمخرج. بالنسبة للمتظاهرين أبطال على هذا مصطفى الكاظمي عبد إسرائيل، وإن شاء الله أيامهم قريبة، هذول العار لا زرزور ولا عصفور. تحياتي من بغداد. السلام عليكم عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. الشعب العراقي يعيش في مواساة، الله ينتقم في مأساة، الله ينتقم من كل ظالم، والله يرحم جميع شهداء العراق. اللهم باسمك الرحمن الرحيم تحفظ العراق وأهله وتبعد عنا المكروه.
أي بلد تحكم أحزاب وميليشيات اغسل إيدك منه، والله يصبر أهل الشهداء. العراق عبارة عن بنك من الأموال سيطر عليه مجموعة من اللصوص والفاسدين ليس لهم علاقة بالسياسة. سلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. للرسالة، بقي العراق هدف ومستهدف من قبل الإنجليز أولا والصهاينة والغرب وجارة سوء إيران الفرس المجوس والأمة العربية بواسطة شياطين الخضراء المحسوبين على العراق وشعبه لتدمير العراق انتقاما منه إرضاء للاحتلال ولأعوانه بواسطة قشامر الخضراء ليس الناصرية بل المحافظات الجنوب والعراق مستهدف للتدمير والخراب والتدمير على لسان الحلبوسي. هذه الحرب قائمة بين جرثومة الخضراء والشعب العراقي والمسؤول الأول والأخير رجال الدين والعشائر وشيوخها وعلى رأسهم المرجعية علي السيستاني لطيف الهميم الصميدعي، وحان وقت انتفاضة الشعب على هؤلاء الوحوش قبل فوات الأوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، الأخ طلب من عندي أبو مصطفى من كربلاء أنه نوضح. أخ أبو مصطفى، برنامج صوتكم من يوم اللي وجد بشاشة الرافدين هو غرضه أن يوضح للناس اللي دي يصير بالعراق اليوم. لا إحنا راضين على العملية السياسية، ولا إحنا راضين على الاحتلال، ولا إحنا راضين على اللي ما موجود اليوم بالعراق. إحنا دا نوضح هاي الأمور ودا نبين هاي الأمور في كل حلقة من حلقات صوتكم. الشعب العراقي اليوم دا يعاني الأمرين نتيجة وجود هؤلاء من يتسلطوا على العراق ومن أصبحوا يسموا أنفسهم حكومة نتيجة جلبهم على ظهر الدبابة الأمريكية وجلبهم من جارة سوء إيران. واليوم مثل ما قالوا السفير الإيراني ببغداد هو اللي دا يتحكم بالعراق، والمراجع والعمايم هي اللي دا تتحكم بالعراق. عندنا متصل يقول الجنوب إذا مو مقتدى يوافق ما يصير بها شيء، ومن هو مقتدى أمام العراق لا أعلم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، نفس الموعد باكر، في أمان الله.